كسحاب لتترك منه رجلا أربعيني قد فاتتكم طول الشباب. عودنا البيت الثقافي في السماوة بإقامة هذه الأماسي المتنوعة، واليوم إذ نحتفل بالقاص والكاتب فاضل علي العبسي في إصداره الجديد، والذي يتضمن مجموعة من القصص القصيرة في هذا الوقت الذي نشكر فيه هذا الحضور الرائع من جمهور المثقفين من أبناء هذه المحافظة الذين لبوا دعوة هذه البيت الثقافي للمشاركة في مناقشة هذا الإصدار وطرح أفكارهم وطرح مقترحاتهم فيما يتعلق بكتابة القصة. نتمنى أن تكون هذه الأمسية بمستوى الرضا لكل هذا الجمهور الذي تعود البيت الثقافي أن يلتقي به أسبوعيا. هذا الحدث طبعا مفرحني، وكنت أنتظر من مدة طويلة أنه أنجز هذا المنجز، وهي مجموعتي القصصية، وأن نعمل لها حفل توقيع في بيتنا الثقافي السماوي الكريم. فأنه كانت أمسية رائعة كما وبحضورها والناس اللي موجودين بها واللي إجوا وشاركوا والمناقشات اللي دارت حولها، وهذه هي القصص كلها من الواقع اللي عشناه، احنا نعيشه بالعراقي، من واقع الحروب، من واقع الحب والغرام للشباب وأيام الشباب وأيام الطفولة، الحياة اللي يمر بها البلد مالاتنا، الأفق الواسع اللي ينظر له في المستقبل. فكل هذه موجودة في هذه المجموعة القصصية اللي هي تورو حول 23 قصة ورواية واحدة في الأخير أن يكون بياناته، فهذا اللي موجود هو في قصتنا. اليوم كان لقاء رائع وجميل، لقاء الكتاب والأدباء والفنانين لتوقيع الكتاب أو المجموعة القصصية للكاتب فاضل علي العبسي. كان لقاء المحبة، وبعدين أصبح مناقشة حول المجموعة القصصية للكاتب، ونشكر البيت الثقافي على هاي اللقاءات، يعني خاصة نحن هسه مقبلين على شهر رمضان، يا ريت أن تكون لقاءات بعد الفطور وتجمع الناس، الكتاب والفنانين والشعراء. نشأ عباس وجميلة في قرية صغيرة تخطو على جرف نهر الفرات الخالد في مدينة سوق الشيوخ.